زي زرع حزن. هذه غنائم البرهان، هذه ديك طيب المجاهدين، ديل المجاهدين، ديل المجاهدين والدفاع الشعبي، المجاهدين والدفاع الشعبي يهاجمون قوات الدعم السريع قواتكم البازلة، فتقضى عليهم جميعا وتستلم عرباتهم ودباباتهم ورشاشاتهم وتنسفهم من الوجود تماما. سلم سلم يا برهانيا، إن دي حماية السودان يا دعام، حماية السودان والله. سلم سلم يا برهانيا دعام، حماية السودان يا هاي بلو من يا بلو والله. سلم سلم يا برهان السودان، سلم سلم يا برهان دعام، حماية السودان. 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 البل تقيل، تخيل هؤلاء الشباب بس بكلاشات، بكلاشات كلاش يا جماعة، كلاش يا جماعة، دي بنيتهم هم، وده دوشكام هم، الله أكبر، ودي عربيتهم هم. تخيل الشباب ديل بكلاشات، الله أكبر، استلموا من الناس ديل أكثر من 50 عربية لاند كروزر، بلوهم بل الشيطان الرجيم، واستلموا منهم جميع الأسلحة، واستلموا منهم جميع الذخائر، هزموهم أشر هزيمة. إنهم قوات الدعم السريع، قوة لا تواجه أبدا، ليست ضد قوات الشعب المسلحة، وإنما ضد الفلول والمجاهدين والدفاع الشعبي وغيرهم من العناصر الهالكة، عناصر الأخوان المسلمين داخل قوات الشعب المسلحة. فتم بلهم بنجاح، وشرفاء الجيش السوداني يقاتلون صفا إلى صف داخل قوات الدعم السريع، سيحررون وطنهم، وإن شاء الله يعيش السودان حرا أبدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مواطنين الحاج يوسف يتضامنون مع الدعم السريع. الله أكبر. سلم سلم يا برهان، 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 سلم سلم يا جبان، سلم سلم يا جبان، سلم سلم يا جبان. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.